السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي في كل مكان، أهلا بكم. حلقة جديدة من زرع وسنينه. النهاردة هنتكلم عن شجرة جميلة جدا جدا اسمها شجرة البونسيانا. طيب أنا دلوقتي عاوز إن أنا أعمل تقاصر للشجرة دي. الشجرة بتطلع في الربيع الثمار اللي بيبقى جواها البذور. الثمار دي خلي بالنا إن هي ثمار خشبية، يعني عاملة زي الخشب بالظبط، فبتبقى قوية جدا وفي نفس الوقت بتبقى كتيره جدا. فالشجره دي انا مش محتاج اشتري بذورها، انا يا دوبك لو شفت اي شجره في الشارع ممكن اقطف ثمره او اتنين، هيبقى في عدد لا باس به بالبذور، ممكن ابتدي اعمل لها تقاصر على طول بالبذور. تمام، دلوقتي انا عندي ادي الثمره بتاعتها، خدتها من شجره او من شجرتين، علشان ما بحبش دايما اخد من شجره واحده، يمكن تكون الشجره دي ليها مواصفات مش حلوه او كده، فاخدت دول من شجره ودي من شجره تانية خالص. واضح ان في اختلاف في شكل الثمار، بس مش مهم. الشجر انا ليا في الاول وفي الاخر الشجره اللي بقطف منها شكلها ايه. فطبعا خدتها من شجره شكلها لطيف، ما فيهاش اي امراض، شجره كويسه. عايزين نبتدي نفتح الثمره دي، لو حاولنا احنا نكسرها او بتاع ناشفه جدا، ناشفه جدا جدا، لكن بتتفتح بطريقه تانية ان احنا نجيب سكينه قويه، ما تكونش سكينه بتاعت جبنه وكده، لا تبقى سكينه قويه او اجنه بتاعت حيطه او بتاع، وان احنا نيجي على الفلقه، هي بتبقى مفلوقه من هنا لان الثمار دي عامله زي شجر السيسبان كده، ان هي بتطرقع او بتفرقع لوحدها، وكل البذور دي بتتنطر في الارض لوحدها، فاحنا طبعا بنحصد الثمار البذور قبل ما تفرقع طبعا، فبتبقى مشقوقه من اليمين والشمال، دي علامه طبعا النضج. نحاول ندخل السكينه ما بينهم، طبعا الموضوع بيبقى صعب شويه في الاول، لكن نحاول ندخل السكينه ما بينهم او اي حد آلة، مش مهم تبقى حادة، المهم تبقى قوية. وادي بذور البونسيانا، ليها جزء ناعم وليها جزء تاني في شوكة كده او في سن. طيب في اكتر من طريقة لانبات البذور. اجيب البذور واجيب قصافة واجي عند السن المدبب ده واروح اقطع بحيث ان انا ما ازيش اللي جوه، بس هتأكد ان المية داخله، وممكن اشرط كمان بالقصافة كده كده، شرطت ما قطعتش، شرطت خدشت، لان هي بتبقى عليها طبقة شمعية بتمنع تكون الجذور او بتمنع اي حاجة تخش جواها، كأنها محطوط عليها بلوستر كامل او غطسة جوه بلاستيك سايح او مشمع سايح. فدي لما انا اشرط الكلام ده كده المية بتتغلغل جوه وتبتدي هي تنبت مع نفسها. نيجي نعمل كده في اكتر من واحدة. ونقوم نقعينها في المية يوم، مية باردة برضو. وهنا بعد مرور يومين ادي البذور، الطبقة الشمعية اللي بنقول عليها على البذور اتشققت فعلا اهي، البذرة كبرت الضعف تقريبا وطريت شوية، ان انا بضغط عليها طريت شوية، والله انا حاسس ان هي ممكن تاخد يوم كمان. ودي بعد يومين او ثلاثة الفوطة البذرة نبتت، يعني قطشناها حطناها يومين في مية عادية خالص، الطبقة الشمعية اللي عليها اتشققت حطناها يومين في الفوطة، يعني اجمال الانبات من 4 لـ5 ايام بالكتير جدا بالطريقة دي. ودي اسرع طريقة ممكن ننبت بيها بذور البونسيانا. تمام، وهنا بعد يومين كمان ادي 4 ايام في الفوطة، بعد يومين نقع في المية 4 ايام في الفوطة، عملوا كده البذرة نعمت خالص، هتبتدي تشق بقى خلال يومين او ثلاثة عشان تطلع البرع من خضري. هنسيبها برضو هنا علشان التجربة لحضراتكم تشوفوا شكل الشجرة كلها ايه. ودي بعد يومين كمان، طبعا معدل الانبات قوي جدا والنمو نفسها قوية جدا، يعني زرعة بالقوة دي كده تبقى في 4 ايام بس من لحظة الانبات، يعني من ساعة ما كانت بذرة وانا بخربشها. ابتدي انقل بقى دلوقتي في الكوبايات،
خلي بالكم الجذور علشان ما تكسرش. هنجيب البذور الجميله بتاعتنا المنبته، بس قبل ما نشتغل عليها لازم نروي الاول كوبايات التشتيل. لو تاخدوا بالكم انا مش مالي الكوبايات لحد الاخر قوي، وهروي فالميه هتدق التربه، هروي لحد ما الميه تنزل من تحت الكوبايات، وما بتحتاجش ميه كتير لان اساسا ما بتاخدش تربه كتير. بعد ما احط البذور مش هروي كده، هروي بالبخاخ، انا عشان كده بحب اروي قبل ما احط البذور باي قلم او بصبعنا او بحته خشبه، اخرم مكان الجدر اللي هيدخل في الطينه علشان ما اضغطش على الجدر فيقوم يتكسر، وامسك البذره بالجدر واحطها كده مجرد كده، وبعد كده اردم عليها بالتربه. طبعا الشجره قويه جدا اهو كده، اخلصهم وبعدين نتكلم. واحد قال لي انا ما عنديش بخاخ، اعمل ايه؟ بسيطه، اجيب ازازه الميه وعلى ايدي افتح ايدي كده شويه واعمل كده، او اجيب كوبايات بتاعه التشتيل العادي خالص اللي انا خارمها اصلا واروح عامل كده وادلق فيها. موضوع بسيط، الشجره قويه جدا وعايزة ان هي طبعا ما تتزرعش في كوبايات صغيرة زي دي، انا بس بشتل فيها اشوف معدل النبات ونجاح النبات، يعني اول ما النبات هيطلع ورقتين ويبتدي يطلع الورقة الورقتين الفلقيتين الاول ويبتدي يطلع الورق الحقيقي بتاعه، هتلاقي على طول الجدر بتاعه مسك تحت الكوباية ولف، على طول هننقله على طول، لان هي شجرة كبيرة مش مستحملة ان احنا نعجزها بكوباية صغيرة، ده لا طماطم ولا فلفل ولا بتنجان، ده شجرة كبيرة جدا زيها زي نوى البلح. ونفس الكلام هنعمله في البوانسيانا وفي الجاكراندا، وبنعمله في اي نوع من انواع الشجر الكبير على طول، ما بنسيبوش ان هو يلف ويقف ان هو يحصل له تقزم او يحصل له شيوخة مبكرة ولا يحصل له اي حاجة، احنا على طول بنخلص على بدر بدر على طول. وخلينا نشوف كمان يومين ثلاثة هيحصل ايه في الزرع وبعد كده نتكلم. بعد 24 ساعة معدل النمو ممتاز، طبعا اللي اتحطت في ازازة، معدل النمو 3 ورقات عن اللي اتحطت في كوباية، معدل النمو ورقتين ولسه التالتة بتقول يا هادي. اسمها شجرة خيمية. يعني ايه خيمية؟ شجرة بتبقى مرتفعة جدا عن سطح الارض، بتطول الارتفاع لحد 15 متر ويمكن اكتر، يعني حوالي 5 ادوار او اكتر، توسع بتبقى شبه الشمسية او شبه الخيمة، ممكن تعمل خيمة او شمسية بنص قطر حوالي 7-8 واحيانا بتوصل لحد 10 متر. بيستخدموها دايما في الحدائق، بيستخدموها في الباركنج ارياز او اماكن الانتظار السيارات علشان تضلل على العربيات وكده. ميزة الشجرة دي اولا ان هي شكلها جميل جدا جدا جدا، لان هي معظم الزهور اللي بتطلع فيها بتبقى يا اما باللون الاحمر الغامق يا اما الاحمر الفاتح. كمان جذورها مش تقيلة، الجذور ما بتأذيش الاساسات مع انها شجرة كبيرة جدا، لكن جذورها خفيفة، وفي نفس الوقت جذورها مش سطحية قوي، فما بتاكلش المنطقة اللي حواليها في المزروعات، يعني لو زرع تحتها نجيلة لو زرع اي شربس ما بتاكلهاش ما بتقتلهاش، لان الجذور بتاعتها عميقة الى حد ما شوية. في نفس الوقت الشجرة دي انا اقدر ازرعها في البيت او على الروف، زرعتها على قد حجم القصيص هيبقى فيه جذور، وعلى قد جذور على قد النمو الخضري فوق. ميزه الشجره دي كمان ان هي ممكن تستحمل الجفاف او قله الري. التسميد بتاع الشجره دي قليل جدا، يعني يا دوبك الخدمه الشتويه الطبيعيه بتاعت اي شجره في الدنيا، وممكن كل 3-4 شهور نديها شويه ام بي كي، ولو ما حصلش مش هتفرق قوي، ما احنا مسمدين سماد عضوي اللي هو الشتوي. اخر حاجه ميزه في الشجره دي ان هي شجره نفضيه او متساقطة الأوراق، يعني بتنفض ورقها أو بتوقع ورقها في الشتاء وفي مرحلة السكون، يعني الشجرة دي بتسمح بدخول الشمس في الشتاء عشان نحس بالتدفئة. يجي الربيع زيها زي الشجر اللي هو متساقط الاوراق، زي العنب زي الخوخ زي التفاح زي الرمان، بتبتدي تطلع ورق جديد، بتبتدي تطلع ازهار جديده، وتبتدي تدينا الشكل الجميل طول الربيع وطول فتره الصيف لحد موجة الحر ما تتكسر على بدايه الخريف، تبتدي الازهار تقل، ثم يبتدي الورق بتاعها يقع على نص الخريف او اخر الخريف، يكون الورق كلها وقع وتبقى تسمح بدخول الشمس. ولحد هنا اكون خلصت الجزء الاول من زراعه البوانسيانا الحمراء، البذور ومراحل نموها. وشكرا لكل متابعين القناة ومشاهدين الفيديو ده، واتمنى انكم ما تفوتوش الفيديوهات التانية، وانتظروني في الجزء التاني. شكرا وسلام عليكم.
الله.